نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصه ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منهم انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه انطقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق، ورياض الملكوت بزهر جماله مونقا، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا، ولا شيء إلا وهو به ممود، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهل، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسب وحققنا بحسب وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرته، واقلب بنا على الباطل فتدمغا، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الشارح رحمة الله عليه سيدنا السعد، فحذفت السين الأولى لتعرض الإدغام مع اجتماع الاثنين، والتخفيف مطلوب، واختصت الأولى أي بالحذف لأنها تدغم، وقيل الثانية لأن الثقل إنما يحصل إحدى، أليس كذلك؟ بلى. أذكركم بما نحن فيه حتى يكون الكلام إن شاء الله تعالى موصولا متصلا. نحن نتكلم عن المضاعف، عن باب المضاعف من الأفعال، باب المضاعف وأحكام، نتكلم عن أحكام الفعل المضاعف. فأول شيء تكلمنا فيه هو تعريف المضاعف، ما المضاعف عنده لغة واصطلاحا، وذكرنا ذلك. المسألة الثانية أو الحكم الثاني في المضاعف هو حكمه من حيث الإدغام، يعني قلنا إن مدد فأصله مد أصله مدد، وأمد أصله أمدد، ثم ذكرنا ما حدث فيه على وجه العموم لا على وجه الإحكام، يعني الإحكام لست إن شاء الله. المسألة الثالثة هي مسألة في الرباعي، يعني ذكرنا الثلاثي ومثلنا لذلك بأمثلة، وقلنا ماذا حدث فيه كما مثلت الآن. المسألة الثالثة عرجنا على الرباعي المضاعف، وعرفناه قلنا إن الرباعي المضاعف ما كان أول
ورابعه من جنس الأرض. ومثلنا له. وانتهت المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن الشارح ذكر أن المضاعف محمول على المعتاد. وهذه مسألة عللها، كان يعلم، وقلنا أو كما قال يحمل المضاعف على المعتاد لعلتين اثنتين. العلة الأولى لحقته أو لحقه الحذف، لحقه الأداء، هذه العلة الأولى وذكرناها وانتهينا منها. والعلة الثانية بدأنا فيها ولما ننهيها، وهي أنه يلحقه الحذف. ومن أجل هاتين العلتين ألحق المضاعف على المعتد وإن كان ليس معتدا بالمعنى التصريفي أو بالمعنى الاصطلاحي، لكنه حمل على المعتد، حمل على المعتد لما فيه من أشياء أو لما إن وجدت فيه من أشياء تحدث في المعتد فحمل على المعتد. وهذه الأشياء حددها الشارح في شيئين اثنين: الإبدال، والإبدال أصل في المعتل، والحذف. وانتهينا من العلة الأولى وبدأنا في العلة الثانية ولما ننهيها. هذا صحيح؟ نحن نتكلم على الفعل مست ومست، وأصله مسست. أصله إيه؟ مسست. وضلت وضدت وأصله ضللت. وقلنا حدث فيه حذف، حذف إحدى السنين. قال فحذفت السين الأولى اللي هي السين المكسورة التي هي مسست، هكذا قال. فحذفت السين الأولى لتعذر الإدغام مع اجتماع المثلين. طب ليه تعذر الإدغام؟ قال لك لأن السين الأولى متحركة. يعني إيه متحركة؟ أي يعني لم يقع حد الإدغام. الإدغام له حد سنقوله الآن إن شاء الله، وهي مسألة للمسائل أو حكم للأحكام التي تختص بالإيه؟ بالمضاعف. فقال فحذفت السين الأولى لتعذر الإدغام بالرغم مع اجتماع المثلين، يعني بالرغم من اجتماع المثلين. معناها كده أنظر، بالرغم مع اجتماع المثلين، يعني بالرغم من اجتماع المثلين. أريدكم أن تفهموا بدقة وإتقان وانضباط وعمق في الفهم إن شاء الله. مضبوط؟ ولا أحد يجلس إلا وهو فاهم. لتعذر الإدغام مع اجتماع المثلين. ثم قال والتخفيف مطلوب. طب ومن أين يأتي التخفيف؟ الذي يأتي من الإدغام، لأن الإدغام إنما وجد من أجل التخفيف. يعني الإدغام سبب للإيه؟ سبب للتخفيف. يعني هنا يقول، يريد أن يقول والتخفيف مطلوب، يعني لا بد أن يحدث إدغام، لأن التخفيف مطلوب والإدغام يؤدي إلى التخفيف. هو عايز يقول لك كده، يريد أن يقول ذلك. والتخفيف مطلوب جملة اعتراضية علشان يقول لك، يبين بها ماذا سيحدث من الإيه؟ من الحذف أو غيره من أجل إحداث الإدغام. والتخفيف مطلوب واختصت الأولى، واختصت الأولى بالحذف لأنها تدغم. يعني هم اختلفوا هل الأولى هي المحذوفة ولا الثانية؟ قال لك الأولى،
جماعة من النحاة أو من الصرفيين ذهبوا إلى أن الحذف إنما يكون في الأولى. ليه؟ قال لك لأن الأولى هي موضع الإدغام، المفروض يحدث فيها الإدغام، بس الإدغام مش موجود، ما نقدرش نرغم لأن حتى هو لم يحصل. طب والجماعة الثانية قال لك والمحذوف هو الثانية. طب ليه؟ قال لك لأنها محل الإيه؟ الثقة، محل الثقة، هي بيأتي منها الثقة، لأن هي الصوت الثاني. أغلق الباب يا ولد، يا أحمد أغلق الباب. لأنها هي الصوت الثاني، لأنه أي لأن السين الثانية هي الصوت الثاني، والصوت الثاني يتولد منه الثقة. فقال لك نعزف مصدر الثقة، نعزف إيه؟ مصدر الثقة. يبقى وقال واختصت الأولى لأنها تدغم، وقيل الثانية لأن الثقل إنما يحصل عندها. وقفنا طيب. قال أما الفتح، أما فتح الفاء فلأنه حذفت السين من مع حركتها، فبقي الفاء مفتوحة بحالها. فقيل إيه؟ فقيل مسد. طيب نقف هنا شوية كده كتير. قال أما فتح الفاء، والفاء يوصل بها الميم الذي في قولك مسد، فلأنه حذفت السين. إيه السين دي؟ قال لك حذفت السين الأولى لأنها الأصل فيها مسست. الأصل فيها إيه؟ مسست. يعني حذفت السين الأولى اللي هي السين المكسورة. فلما حذفت السين الأولى اللي هي المكسورة بقيت الميم على حالها. يعني إيه بقيت الميم على حالها؟ قال لك بقيت مفتوحة على ما هي عليه. طيب إذا رجعنا إلى أول ما في الصفحة، قال واختصت الأولى أي بالإيه؟ أي بالحذف لأنها تدغم، وقيل الثانية. طب إحنا هنا أقول لك أما فتح الفاء فلأنه حذفت السين، يقول لك السين هنا يعني السين الأولى. طب وإذا قلنا أن السين الثانية هي التي وقع فيها الحذف، فكيف يكون التأويل أو كيف يكون التفسير؟ كيف يكون الإيه؟ التفسير. إذا حذفنا يعني نقول أن فتح الفاء وهو قولك مست فيه وجهان اثنان أو فيه تخريجان اثنان. التخريج الأول أن يكون المحذوف هو السين الأولى، والتخريج الثاني أن يكون المحذوف هو السين الثانية. فعلى الأولى أنت قد حذفت السين بحركتها، أي فعلى حذف الأولى أنت قد حذفت السين بحركتها، أي حذفت السين والكسرة. فأنت قد حذفت شيئين اثنين، السين الحرف الصامت وحركتها التي هي الكسر. فلما فعلت ذلك أبقيت الميم على حالها من الفتح، فقلت مست. فقلت إيه؟ مست. طب وعلى القول الثاني الذي هو حذف السين الثانية كيف يخرج هذا؟ قال أو نقول إذا حذفت السين الثانية وهي السين الساكنة فبقي ميم مفتوحة وسين مكسورة وتاء التي هي تاء الضمير.
طب ماذا تقول؟ تقول مسيت ليس هذا منضبطا. فقالوا أي قال الصافيون إذا حذفت السين الثانية فعليك بعد ذلك أن تسكن السين من أجل إسنادها إلى التاء، أي من أجل إسناد الفعل إلى التاء أو من أجل اتصالها بالإيه؟ بالتاء. فأنت قد حذفت كسرة السين من أجل أن من أجل اتصالها بالتاء، وذلك من باب طردا للباب على وتيرة واحدة. يبقى أنت لما بالفعل الماضي بيسند إلى تاء الفاعل بتسكن آخره، وصار آخر الفعل السين المكسورة، فأنت قد حذفت كسرتها من أجل أن يكون طردا للباب على وتيرة واحدة، فبقي الفعل مست. يبقى الفعل بقي على هذه الصيغة التي هي مست، سواء كان المحذوف السين الأولى أو كان المحذوف السين الثانية. ولذلك قال أما فتح الفاء فلأنه حذفت السين مع حركتها، لابد أن تكون السين الأولى لأن السين الثانية ساكنة. فلما قال فلأنه حذفت السين مع حركتها أي أنك حذفت السين الأولى مع حركتها التي هي الكسر، فأنت قد حذفت شيئين اثنين، الصامت وحركة الصامت. طيب وعلى الحذف الثاني، أنت حذفت السين الثانية الساكنة ثم حذفت كسرة السين الأولى من أجل اتصالها بتاء الفاعل من باب طردا للباب على وتيرة المرأة، فتقول في التخريجين مسك. طيب ثم إذا قلنا مست بالكسر بكسر الميم ماذا نقول في ذلك بالتفسير؟ قال رحمة الله عليه وأما الكسر فلأنه نقلت أو نقل، قال لك نقل على لفظ الايه؟ لفظ الحرف. ولو قلت نقلت على أصلها من دلالة التأنيث. قال وأما الكسر فلأنه نقل حركة السين إلى الميم بعد إسكانها. طب احنا عندنا هنا ما سستو، فالسين الأولى هي سين المكسورة يعني فيها حركة، والميم فيها حركة، والحرف الواحد أو الصامت الواحد لا يتحمل إلا حركة واحدة، محل الحركات لا تتحمل إلا حركة واحدة. فيقول لك كده إيه؟ فلأنه نقل حركة السين. إذا قال لك نقل، قال لك كده إيه؟ نقل. ولكن كما قلنا قبل ذلك يا طلاب العلم، كما قال ابن جني رحمة الله عليه في الخصائص، هجمت حركة السين على حركة الميم. وقلنا وعقد ايه؟ عقد ما بين اثنين قولين في الجزء الثاني من الخصائص تحت عنوان باب هجوم الحركات بعضها على بعض. يبقى نقول كده ان حركة السين هجمت على حركة الميم فحلت محلها فصارت الميم مكسورة ميم. طب صار الان عندنا ايه؟ السين سين ساكنة وسين ساكنة، فصارت هناك سينان ساكنتان، وهذا لا يكون في اللسان العربي. فلذلك قال ايه؟ قال لك لما يجتمع الساكنان تخلص من احدهما بحذف احدهما، يحذف الاولى او الثانية. ولذلك هنا قال فلأنه نقل حركة السين إلى الميم بعد إسكانها، يعني هجمت حركة السين على حركة الميم فحلت محلها، فصارت السين الأولى ساكنة مثل السين الثانية.
ثم لا بد من حذف احدهما. ولذلك قال وحرفت السين، قال لك بالالف واللام العهديه، اي واحده فيهم بقى، سواء الاولى، لا سواء الاولى او الثانيه. ولذلك لما نيجي نقول ايه، واختصت الاولى بالحذف، وقيل اختصت الثانيه بالحذف، هنقول هنا، سنقول هنا اي السينين، اما ان تحذف الاولى واما ان تحذف الثانيه على حد سواء. ولذلك قال وحذفت الايه السين، لكن لو لم نطلق لقال وحذفت بس، يعني وحذفت هي اي السين الاولى التي نقلت حركتها. لكن حذف الاولى تؤدي الى مثل، وحذف الثانيه تؤدي الى مثل، لان كلا منهما ساكن، لان كلا من السينين ايه ساكن. فاذا حذفت الاولى السين الاولى فصارت الكلمه مثل، واذا حذفت الثانيه تصير الكلمه مثل ايضا. يبقى ولذلك قال وحذفت السين على الاطلاق، لم يقيد الاولى او الايه او الثانيه. مفهوم يا اولاد؟ قال واما الكسر فلانه نقل حركه السين الى الميم، وذلك من باب هجوم الحركات بعضها على بعض، كما قال سيدنا ابن جن، فلانه نقل حركه السين الى الميم بعد اسكانها، وحذفت السين فقيل مست بكسر الميم، وقل مثل ذلك في ظلت. يعني اصبح ظللت، فاما ان تقول ظلت واما ان تقول ظلت بهذا التفسير وبهذا التوجيه الذي ذكرنا. مضبوط؟ قل مثل ذلك كله في ظلت. هذا وكذا ظلت بلا ايه؟ قال لك ايه؟ بلا فرع، يعني خلاص هي 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 هي. مش ممكن تقول الكلام فلانه نقل حركه السين وحذفت السين اللي هو كان بيتكلم عنها اللي هي لا وحذفت السين، لان السين الاولى لو حذفت السين الاولى نسلم جدلا انه صحيح. جائز. اذا حذفت السين الاولى فتقول ايه؟ مثل. طب واذا أردنا أن نجعل الحذف في الثانية كما قال في أول الصفحة وقيل الثانية، مضبوط؟ ما تخريج ذلك؟ قال لك نقلت حركة السين الأولى إلى الإيه؟ إلى الميم، أو هجمت حركة السين الأولى إلى الميم فصارت الميم مكسورة، ثم التقى ساكنان فحذفت السين الثانية، خلاص هي هيك. الألف واللام هنا ليست الألف واللام على التحديد، ليست ألف، ربما تكون جنسية، أي مطلق السين الموجودة، أي سين، هذا هو مضبوط. لأن النتيجة هي ولا النتيجة هي في الآخر واحدة سواء، إذا حذفت السين الأولى فتصير الكلمة مست، طب وإذا حذفت الثانية تصير الكلمة لست أيضا، يبقى النتيجة واحدة. ولذلك قال لك السين مطلق السين، مفهوم يا أولادي؟ بارك الله فيك. وكذا ظلت تقول فيها مثل ما قلت في إيه؟ في مثل، بلا فرق، مؤكدة بلا. ثم قال وأصل أحست، أحست هذه يا أولاد فيها كلام كثير. أحست أصلها أحسست، أصلها إيه؟ أحسست، وأحسست بالشيء يعني شعرت به من الإحساس. يقول لك عندنا في يقول لك الإحساس نعمة، مثلا مصر كده يقول لك الإحساس إيه؟ نعمة، وعكس الإحساس التبلد، إنسان متبلد المشاعر يعني لا يشعر بغيره.
سواء اللي قدامك فرحان او حزين او يتالم او كذا او كذا، فانت رد فعلك شيء واحد، ده اسمه متبلد. الانسان متبلد المشاعر، يعني مشاعره على نمط واحد ثابت لا تتغير مع ايه؟ مع الذي امامه، او لا تتفاعل مع الاحداث. ده المتبلد. مضبوط؟ طيب. يبقى احسست واصلها احسست. ما الذي حدث؟ قال نقلت فتحة السين الى الحاء. هل النحو هنا من باب هجوم الحركات؟ قال لك لا، من الحاء الاولى ساكنه، فالحركه لم تهجم على حركه، وانما وجدت محل فاضي. رأيت؟ وجدت مكان فاضي زي مكاننا الفاضي، ممكن الطالب ده يجي يقعد هنا، لكن مكانك انت مشغول خلاص، ما يقدرش يجي يقعد فوقيه. مضبوط؟ فقال نقلت فتحة السين إلى الحاء، وحذفت إحدى السينين أيضا، لأنك لما نقلت فتحة السين إلى الحاء صارت السين إيه؟ ساكنة، فأنت أنت سواء أو أنت بالخيار، إما أن تعزف السين الأولى أو تعزف السين الإيه؟ الثانية. وحذفت السين، وحذفت إحدى السينين، فقيل أحست. وهكذا يا طلاب العلم. مضبوط؟ وانشد الاخفش، وخلي بالك الفعل دوت ليه لغه ثانيه او فيه لغه ثانيه سنقولها او سياتي بها بعد قليل. يبقى احسست اصلها احسست. على وزن ايه احسست؟ افعلت. يبقى ده مزيد من ايه؟ من همزه. مضبوط؟ بخلاف حسست. بخلاف ايه؟ حسست. فإذا حذفت السين فتقول حسيت أو حست. تقول إيه؟ حست بالحذف، وتقول حسيت بالإبدال. إن فيها لغة تانية سيأتي بها إن شاء الله بعد قليل. وأنشد الأخفش شاهدا على حذف إحدى السينين في مسمى سيستو، الشاهد على ايه؟ على مسستو وليس على احستو. قال مسمى السماء، مسمى السماء فنمناها ودام لنا حتى نرى احدا يهوي وثغلانا. ويقول لك فوق هو جاب من ايه؟ من البحر البسيط. او قال لك هو من الايه؟ من البسيط. وانشد الاخفش من البسيط مثل السماء فنلناها ودام لنا حتى نرى احدا يهوي وثغلانا. قبل ان نتكلم على البيت وما فيه من معان وكذا وكذا، نقول الشاهد، لان الشاهد واضح لا يحتاج الى تلك المعاني التي سنذكرها ان شاء الله، وهو مثنى. فمثنى هنا اصلها مسسنا، حذف فيها ما قلنا انك حذفت السين او احدى السينين بما ذكرناه. هنا قال مثنى، الروايه جاءت بكسر الميم وليس بفتحها، مثنى بكسر الميم. يعني معنى ذلك سنقول فيها الآتي، سأكرره، مثنى أصلها مسسنا، أصلها إيه؟ مسسنا بفتح الميم، بفتح الميم وكسر السين الأولى وإسكان السين الثانية ثم ناء الدالة على الفاعلين. ما الذي حدث؟ هجمت حركة السين الأولى على حركة الميم فصارت الميم مكسورة، فلما التقى الساكنان السين الأولى والسين الثانية حذفت إحدى السينين فأنت بالخيار، فصار الفعل مثنى. هكذا مفهوم يا طلاب العلم؟ طب إيه الجد ده بقى يقول لك إيه؟ مثنى السماء، يعني مسست السماء، يعني أنا
رفعنا ايدينا كده ولمسنا السماء، قال لك لا ده مش معناها كده، ده معنى مجازي، لان السماء في اللغه كل ما اظلك او كل ما عليك، فهذا السقف سماء لنا، هذا السقف سماء لنا لانه ايه علانا او اظلنا، يبقى ده سماء، ده في اللغه. طيب وهنا السماء المقصود بها ايه؟ قال لك المقصود بها العلو، علو المكان ولا المكانه؟ قال لك علو المكانه، يعني معناها حققنا الشرف والسجود والعلو، مسنا السماء يعني مسسناها، يعني حققنا العلو والشرف والسجود، حققنا العلو والشرف والسجود، هذا معنى الكلام، مسنا السماء فنلناها، أي رغبنا، رغبنا في العلو فحققناه بالسعي، زي ما أنتم كده تعملوا الآن، تريدون أن تكونوا إن شاء الله علماء، مضبوط، فتحققون أو تفعلون ما يوصلكم إلى ذلك، مضبوط ولا لا؟ مضبوط، مسنا السماء فنلناها، فنلناها يعني حققناها. وتحققت لنا وتحقق لنا العلو والمكانة، فنلناها ودام لنا، يعني دام لنا السؤد والشرف والعلو بعد أن حققناه لنا، دام لنا من الدوام. طيب ولما دام لنا العلو والسؤد والمكانة الرفيعة العالية انصاعت لنا الأمور كلها وذللت تذليلا، وذللت ايه؟ تذليلا، حتى ان الاعالي بمالهم وكذا وكذا خضعوا لنا، خضعوا. طب المعنى دوت الاخير ده من اين جاء؟ قال لك جاء من كلمه ايه؟ حتى نرى احدا وثبلانا يهوين، يهوين أحد ده اسم جبل، وثبلان اسم جبل، يهوي يعني يخضع لنا، ودول كناية يا أولاد، كناية عن صفة الخضوع والإذلال والانكسار، يعني كل شيء صعب كالجبال لانت لهم وذللت لهم وهكذا، هذه ده معنى كنائي قائم على المجاز، كناية عن كذا وكذا، فلما تلين لك الأمور الصعبة كأن الجبال قد خضعت لك. قال حتى يعني إلى أن، حتى نرى أحدا يهوي يخضع ويسجد ويلين ويركع لنا، والمقصود بالأحد وثبلان طبعا ده الجبلين، لكن ده المقصود بهم ايه؟ كل شيء صعب، كل شيء صعب كالجبال. اقول لك مثل السماء فنلناها ودام لنا حتى نرى احدا يهوي وثبلانا، هذا من هوى يهوي، هوى يهوي هويه، المصدر هوي، هوى يهوي هويا على وزن ايه؟ هويا، هوي عما يصنعها من الاثنين، ثم اجتمعت الياء الواو والياء فقلبت ايه؟ الواو ياء فاضغمت فصارت هوي، هذا هو مضبوط. طيب من باب جلس يجلس جلوسا، من باب جلس يجلس ايه؟ جلوس فعول اهو مضبوط. وروى ابو عبيده ثم قال وفي التنزيل فظلتم تفكرون إنا لمغرمون، بل نحو إيه؟ محرومون، بحرف الواقعة، إذا وقعت الواقعة. فظلتم تفكرون أصلها يا أولاد، أصلها ظللتم، أصلها إيه؟ ظللتم، ماذا حدث فينا؟ ظلتم، ما الذي حدث فينا؟ ها؟ إيه اللي حدث فينا؟ ها؟ قول كده أرزا؟ آه
أصلها ظلمته. أول حاجة أقول عملنا إيه؟ مع الأضرار. حذفت اللام الأولى مع حركتها. حذفت اللام الأولى مع حركتها. لأن هنا فضاب الإضاء مفتوحة. ولم يقل في القراءة الأخرى ظللت بكسر الإيه الظاء في قراءة هكذا وإن كانت شاذة لكن تدل على أصل في اللغة. مضبوط؟ يعني قلنا القراءات الشاذة لها أصول في لهجات العرب وفي كلامهم. فلما قال فظلتم تفكرون الذي حدث ما قاله أمزر وأن حذفت اللام الأولى مع حركتها. فأنت قد حذفت حركتين اثنين شيئين اثنين اللام والحركة. ثم قال ظلتم تفكرون هكذا كان قلنا في إيه مسست وغير ذلك. وروي أبو عبيدة أو روى وروى أبو عبيدة قول أبي زبيد أبي زبيد. وهذا البيت يصف أسدا أو أسدا بالجمع يصف أسدا يريد أن ينقض على ابنه ابن هذه القبيلة. فيصف هذا الأمر يعني أن هذا الأسد يحوم حول ابن القبيلة أو ابن الرعاة يريد أن ينقض عليهم. والابن أو الغنم أدركت ذلك فهي واقفة في أماكنها ولم تتحرك خيفة من الآسان وتنظر إليها يعني الغنم أو الإبل هذه تنظر إليها من طرف خفي يعني هكذا بجانب العين أو بجانب العين. تمام؟ وهذا معنى قوله إيه؟ ها؟ شوسوا وقال شوسا من باب إيه أولاد فرحة شوسا يشوسوا يفرحوا فرحة يفرحوا فرحا شوسا. والشوس هو النظر من طرف العين كده هكذا. الشوس هو النظر من ايه من طرف العين من باب فرح يفرح شوسا يشوس شوسا فرح يفرح فرحا. والشوس هو النظر بايه بطرف العين. يقول لك ينظرون إليك من طرف الإيه؟ من طرف الخفي. من طرف الخفي تعبير أرقى من الشوس. تمام؟ لأن الشوس يكون في يعني بالخيفة وهكذا. طيب. قال أبو روى أبو عبيدة قول أبي زبيد خلا أن العتاق من المطايا أحسن وفي رواية حسينة كما قلت قبل قليل في لغة ثانية أو في رواية ثانية للكلمة سيذكرها ولسه سيذكرها. خلا أن العتاق من المطايا أحسن به فغن إليه شوس فغن إليه شوس يعني ناظرات من طرف أعينهن اللي هم الإبل ناظرات. مضبوط؟ طيب الشاهد في قوله أحسنا وأصلها إيه أحسسنا ما الذي حدث؟ نقلت حركة السين إلى الحاء قبلها ثم حذفت السين فقالت إيه أحسنا هكذا. هذه الشاهد أفعل وزن وزن أحسن أفعل نعم هكذا. طيب خلا يعني إلا أن يعني خلا أحسن أجعلها حرف استثناء أداة استثناء
أدخل، بمعنى إلا أن العتاق، العتاق يا طلاب العلم، العتاق جمع عتيق فعال، العتاق يعني الفعال جمع عتيق، والعتيق من الإبل، العتاق هما العتيق من الإبل، هي الإبل الكريمة الأصيلة وليست الهجينة، في حاجة اسمها إبل هجينة مهجنة، يعني ليست عربية خالصة، لأن الإبل العربية من أغلى وأثمن الإبل في العالم حتى لهذه اللحظة. يقول لك الإبل الإيه؟ العتيق، وليتطوفوا بالبيت الإيه؟ العتيق القديم الأصيل، لأن أول بيت وضع للناس إلى النبي بمكة، فلذلك سماه البيت الإيه؟ العتيق، العتيق لأنه قديم، لأن قالك الملائكة هي اللي وضعته في الروايات، وبقول لك العتيق سماه العتيق من العتق، سماه البيت العتيق يا ولادنا الإيه؟ العتق، العتق من النار. الله بعث في رقابنا ورقابنا إلى النيران دعاء. يقول لك سمي البيت العتيق بالعتيق لأن من يذهب إليه طائفة يعتق رقبته من النار، لأنه يذعن لله ويعلن التوحيد لله، فإذا أعلنت الوحدانية لله بامتثاله لأوامره بأن طفت حول البيت وقلت لبيك فأنت قد أعتقت رقبتك من النار. يقول لك البيت العتيق من العتق أو العتيق من القديم، لأنه أول بيت وضع للناس للذي بمكة، الملائكة وضعته بأمر من الله، وهي التي أنزلت بالحجر الأسود اللي هو الحجر الأسعد وهو إلى آخره. وبعدين جه سيدنا إبراهيم رفع القواعد وكذا، رفعها يعني كشفها وأوجدها، هي موجودة أصلا، رفعها يعني إيه؟ لأن التراب جه عليها، فهو كشفها كده وزال عنها التراب مضبوط، وهكذا. طيب يقول لك خلا إن العتاق، خلا أن العتاق، يبقى العتاق جمع عتيق، العتيق الإبل الأصيلة من المطايا. ايه المطايا دي؟ جمع مطية، جمع ايه؟ مطية، مطية اصلها مطيوة فعيلة، مطيوة فعيلة على وزن فعيلة، مطية على وزن فعيلة مطيوة، وبعدين قلبت الواو ياء، قلبت الواو ايه؟ ياء، ثم أضغمت الياء في الياء فصارت مطية، زي قضية، زي ايه؟ قضية، قضية. وبعدين جمعت على مطاييو، بيائين، ها؟ على مطاييو مفاعل، مطاييو مضبوط. وبعدين ثم قلبت الياء الاولى دي همزه فصارت مطائيو، ودي من مواضع قلب الياء همزه، مطائيو مضبوط. وبعدين قال لك الهمزه وضع وقعت بعد الف، وقعت بعد الف زائده، فتحركت الياء والفتحه ما قبلها فصارت الياء ألفا، فصارت مطاء، فصارت إيه؟ الكلمة إيه؟ مطاء. بعدين يقول لك اجتمعت شبه ثلاث ألفات، شبه ثلاث إيه؟ ألفات، فقلبت الهمزة ياء فصارت مطايا. يبقى كم خطوة فيها؟ يبقى الأول إيه؟ مطيوة، البفرة على وزن فعيلة، على وزن ايه؟ فعيلة. قلبت الواو ياء ثم ضغمت الياء في الياء فصارت مطية مضبوط.
طب نيجي بقى نشوف تطبع على ايه؟ قال لك تطبع على فعائل. فعائل صيغه منتهى الجموع. قلنا صيغه منتهى الجموع ايه يا اولاد؟ مين اتمنى تذكر؟ قلنا ده وزن ايه؟ وزن ايه؟ وزن صوتي ولا وزن صرفي؟ لا صوتي. وزن صوتي مش صرفي. صحيح؟ يبقى اهم حاجه عندي نقول في بعد الف المد حرفين. يبقى لها شكل وهيئه. فطبعت على فعائل. فصارت الكلمه بطائي. كلمه ايه؟ بطائي. مظبوط؟ طيب وبعدين قال لك تحركت الياء الاول بطائي الاول بطائي بطائي ميم ط الف ياء ياء ميم ط الف ياء ياء ثم قلبت الياء لان لوقوعها بعد الالف المديه الى همزه فصارت بطائي. تحركت الياء الاخيره والفتحه ما قبلها فقلبت الياء الاخيره الفا فصارت الكلمه بطاء. ميم طاء الف همزه الف. ثم قالوا اتبعت شبه ثلاث الفات لان قالوا الهمزه كانت زي الالف فالف همزه الف. طب نعمل ايه؟ قال لك تقلب الايه؟ الهمزه ياء فصارت بطايا. فصارت ايه؟ بطايا. وقل مثل ذلك في قضايا وفي عطيه عطايا هكذا. ده اعلان الدرع ده هقول ان شاء الله باذن الله. مظبوط؟ طيب يقول لك هنا ايه؟ خلا ان العتاق من ايه المطيه دي؟ ما يقتطع يعني ما يركب. ما ايه؟ اللي هو الابل الخيل ده اللي هو الجمل ده. هذه المطايا. خلا ان العتاق من المطايا احسنا يعني احسسنا به. بمين ده يا ولد؟ بالاسف عايز يهجم ويفترس جمل او يفترس اي حاجه ناقه. احسنا به فهن يعني المطايا هن اليه ايه؟ شوسوا يعني يبصوا كده خايفين هكذا. مفهوم البنت اولادها مش مفهوم. قال وهو يعني ايه هو دوت؟ قال لك حذف حرف التضعيف. هو دي تعود على ايه؟ على حذف حرف التضعيف لانه يتكلم على العله الثانيه التي من اجلها حمل المضاعف على الايه؟ على المعتل وهو حذف حرف التضعيف مش الابدال. مظبوط؟ قال لك وهو يعني حذف حرف التضعيف من شواذ التخفيف. يعني التخفيف ده يكون باشياء كثيرة منها ما هو شائع ذائع ليس شاذا ومنها ما هو شاذ اللي هو ده اللي هو أن نحذف حرفا من حروف التضعيف. هذا قال لك من شواذ التخفيف. مضبوط؟ بعد الأذان.
أعوذ أن أقول يا الله. ولو هو من شواذ التخفيف، قال في الصحاح: مسست الشيء بالكسر أمسه بالفتح مسا. هو ليه قال لك بالكسر وبالفتح؟ يعني بالكسر أي في الماضي، وبالفتح أي يعني في المضارع، يعني من باب إيه يا ولد يا أنظر؟ قال لك من باب علم يعلم، ومن باب فرح يفرح، علم يعلم ومن باب فرح يفرح. يبقى هنا مسست أصلها مسس، علم مسس. طيب علم يعلم يبقى يمسس، يبقى ايه؟ يمسس يعلم يفرح من هذا الباب، من باب فعل يفعل. طيب ما الذي حدث فيه؟ قال لك مسس علم. طب نعمل ايه؟ قال لك مس. الا ما الذي حدث؟ قال لك حذفت حركة السين الأولى ثم أقيمت السين في السين فصارت مسة من إدغامه. طب والتاني يمسس علم يعلم يمسس هكذا. قال لك يم ياء مفتوحة والميم ساكنة والسين مفتوحة. قال لك نقلت حركة السين إلى الإيه؟ إلى الميم، يبقى يمس. ثم أقيمت حركة الإدغام فصار الفعل يمس. إيه الضمة دي؟ ده ضمة المضارع، ضمة الإيه؟ المضارع. هكذا طيب يبقى مس. مسست الشيء بالكسر أمسه بالفتح مس المصدر. فهذه اللغة الفصيحة. وحكى أبو عبيدة كل في الصحاح: مسست الشيء بالفتح أمسه بالضم. يعني من باب إيه؟ قالك من باب فعل يفعل، نصر ينصر، هذا من باب دول. فصار مسس نصر، يمسس ينصر. وحدث أن نقلت حركة السين إلى الميم فأصول مضغمة السين في السين فصار فيها إيه؟ يمس. أو الذي قال يمس أمس تمس نمس وهكذا مضبوط بالضبط. فهو من باب بصر إيه؟ ينشر. ويقال ظلمت أفعل كذا بالكسر، بكسر الإلام غلولا. يا أولاد غلولا فعولا. ظللت أفعل كذا بالكسر ظلولا إذا عملته بالنهار دون الإيه؟ دون الليل. ثم قال: وأحسست بالخبر وحسست به. لغتان هذه اللغة، أنا قلت سأقولها بعد القليل. أحسست وحسست. أحسست من باب أفعلت، وحسست من باب فعلت. طيب وكيف يكون بمعنى واحد؟ ألم نقل قبل ذلك في أول الكتاب لما تكلمنا على الأوزان المزيدة إذا أفعل وفعل وفعل، وتكلمنا عن معاني هذه الأبواب. قلنا أفعل تأتي للإزالة، وأفعل تأتي للتعدية، ومن باب أفعل من معاني أفعل أنها بمعنى فعل. صحيح؟ أو أحسست وحسست، فكلاهما بمعنى كما قال الصوفيون والنوريون هكذا. وأحسست بالخبر وحسست به أي أيقنت به. وربما كان ربما قالوا حسيت. حسيت على الإبدال لأنه أبدل من السين الثانية إيه؟ ياء. وقلنا الكلام ده في المجلس السابق. وربما قالوا حسيت بالخبر وأحسيت به. حسيت على اللغة الثانية اللي هي فعل، وأحسيت به على اللغة الأولى التي هي أفعل. مضبوط يا ولد؟ وأحسيت به يبدلون من السين ياء. قال أبو زبيد الرواية الثانية:
حسين به فهن إليه شوزوا. يبقى في روايتين، الرواية الأولى التي قالها رواها أبو عبيدة اللي هو إيه؟ قال أحسن به فهن إليه شوزوا، وفي الرواية الثانية حسين حسين به فهن إليه شوزوا بالإبداء. يبقى مرة بالحزم ومرة بالإيه؟ بالإبداء. فلما لحق الإبدال انتهت المسألة، انتهت المسألة، مسألة ماذا؟ المسألة التي تكلم فيها لماذا الحق المضاعف بالمعتل. انتهت المسألة، ثم هو بعد ذلك يعقب عليها، يعقب ايه؟ لكن المسألة انتهت. قال فلما لحق الإبدال والحزم وهما اللتان من أجلهما ألحق المضاعف بالإيه؟ بالمعتل. فلما لحق الإبدال والحذف حرف التضعيف كما يلحقان حروف العلة كما يذكر إن شاء الله في بابه في باب الإعلام والإبدال ألحق المضاعف بالمعتل. ألحق دي كلمة ألحق جواب لما لحق الإبدال والحذف حرف التضعيف كما يلحقان حروف العلة كما يذكر في بابه ألحق المضاعف بالمعتل. فكلمة أو قوله ألحق جواب إيه؟ جواب لما. وجعل عطف على ألحق، وجعل عطف على ألحق، وجعل من غير السالم مثلها، أي وجعل المضاعف مثل المعتلات حالة كونها من غير إيه؟ من غير السالم. لأن السالم ما سلم من أو ما سلمت حروفه من الهمز والتضعيف. هل تعريف السالم؟ كما تعلمون السالم من الأفعال يا طلاب العلم وما سلمت حروفه الأصول من الهمز والتضعيف. مضبوط؟ يبقى زي إيه؟ قال لك زي كتب، فكتب هذا سالم وضرب، لكن قرأ هو فعل صحيح لكن ليس سالما فهو مهموز. وكذلك مد فعل صحيح ليس معتلا وانما هو مضاعف، وهكذا. مضبوط؟ قال وجعل من غير السالم مثلها، اي وجعل المضاعف اللي هو ده المضاعف ده المفعول به الاول الذي صار نائب فاعله، الذي صار ايه؟ نائب فاعل تقديره هو. ومثلها ده المفعول الثاني من غير السالم عن حال متعلق بمحذوف اي حاله كونيه من غير ايه؟ من غير السالم. وفيه نظر، الكلام اللي قاله ده كله قال لك لا نسلم به او لا ناخذه بلا مناقشه بل نناقشه علميا وفنيا. قال وفيه نظر. طيب ايه النظر ده؟ قال لك لان الابدال والحذف كما يلحقان المضاعف كما يلحقان المضاعف يلحقان الصحيح. يعني معنى هذا الذي ذكره سيدنا الزنجاني رحمه الله عليه من انه حمل المضاعف على المعتل لكونه كذا وكذا وقع فيه حروف التضعيف الإبدال والحذف يقع أيضا في الصحيح السالم. ولن نسمع أحدا يقول بأن السالم معتل أو محظور على المعتل. مضبوط؟ قال وفيه نظر لأن الإبدال والحذف كما يلحقان المضاعف يلحقان الصحيح أيضا. أما الحذف ففي نحو تجنب أو تجنبوا وتقاتلوا وتنحرنوا كما مر، أليس في ذلك حذف بحذف التاء الأولى أو الثانية على الخلاف المذكور الذي ذكرناه آنفا تنزل الملائكة والروح فيها فأصلها تتنزل وتدحرجوا تدحرجوا أصلها تتدحرجوا وتجنبوا أصلها تتجنبوا وهكذا دواليك
كما مر، لأن هذا كلام مر في أول الكتاب. وأما الإبدال أنك فأكثر من أن يحصى، لأن أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. ألم يقرأوا في فاستخرجها من وعاء أخيه، قالوا في قراءة فاستخرجها من إعاء أخيه على الإبدال. هذه قراءة، قراءة شاذة لا يقرأ بها صحيح، ولكنها تدل على أصل في كلام العرب، فاستخرجها من إعاء أخيه، هذا عن الإبدال. ثم ماذا؟ قال لك ثم إبدال الميم من اللام أليس من البر في الصيام في السفر؟ نعم لا بأس. وقالوا لا لا، في الإبدال في كل شيء الإبدال. ومنها وقس على ذلك العنعنة والكسكسة والكشكشة، كل هذا من باب الإيه؟ الإبدال، وهو في الأسماء الصحيحة وقس على ذلك الأفعال الصحيحة، لأن الأسماء كما قال سيدنا أحمد الحملاوي المسائل التي تخص الأسماء والأفعال ربما تكون واحدة، في مسائل تخص الأفعال فقط وفي مسائل تخص الأسماء فقط، وهناك مسائل مشتركة بين الأسماء والأفعال صنفها في شيء واحد أو في باب واحد في إيه؟ في كتابه شد العرف. والله لا يحضرني الآن، لا يحضرني فعلا، لكن هناك أمثلة كثيرة في الأفعال يبدل هذا من إيه؟ من ذاك. مضبوط يا أولاد؟ طيب. فأكثر من أن يحصى. ويمكن الجواب عنه، يعني عن هذا النظر، عن هذا الإيه؟ النظر عنه، إنها تعود على قوله وفيه نظر. ويمكن الجواب عنه بأنهما، والضمير هنا يعود على الحذف والإبدال. ويمكن الجواب عنه بأنهما يلحقان المضاعف في الحروف الأصلية كالمعتاد. يعني نقول له إن الذي حمل بعض الصوفيين على أن يحملوا المضاعف على المعتل أن في الحروف الأصلية كالمعتل، يعني الذي يحدث في الحروف الأصلية في الأفعال المضاعفة، يعني الإعلال والإبدال إذا وقع في المضاعف يقع في الأصول لا في الإيه؟ لا في الزوائد. دفع في الأصول لا في الزوائد. نعم. بخلاف الصحيح، فالإبدال والحذف الذي يقعان أو اللذان يقعان في الأفعال الصحيحة إنما يقع في الإيه؟ في الحروف الزوائد لا في الأصول. لكن ما يحدث من حذف وإبدال في الأفعال المضاعفة إنما يحدث في الأصول لا في الزوائد، وهذا هو الذي جعل الصرفيين يحملون المضاعف على الإيه؟ على المعتاد. إذا هناك فرق. قال الإعلال والإبدال يقع في المضاعف كما يقع في الصحيح، فلماذا حملنا المضاعف على المعتاد ولم نحمل الصحيح على المعتاد؟ أجاب هو سيدنا الإمام السعد رضي الله عنه وأرضاه بقوله أن الحذف والإبدال اللذان يقعان أو اللذين يقعان في المضاعف إنما يقع في الحروف الأصول لا يقع في الزوائد، بينما الإبدال والحذف اللذان يقعان في الصحيح إنما يقعان في الزوائد لا في الأصول. ومن أجل ذلك حملوا ذاك على هذا وحملوا ولم يحملوا هذا على ذاك. قال بخلاف الصحيح فإنهما لا يلحقان حروفه الأصلية، لا يلحقان يعني الحذف والإيه والإبدال حروفه الأصلية أو الأصول، بل الإبدال يلحقها دون الحذف. وقوله كما في قولهم أمليت وإلى آخره رمز خفي إلى ذلك، لأنه هو قال لك مللت وأمليت،
الإبدال حدث في إيه يا أولاد؟ قال لك في الحرف الأصلي، لا في الحرف الزوائد، لا في الزوائد. وكان الأولى أن يقول لأن حرف التضعيف يصير إيه؟ يصير حرف علة. لو قال كده، لو كان قال ذلك لما قال وفيه نظر، صحيح؟ لكان أغنى عن هذا النظر الذي ذكره ثم رد عليه. لأن حرف التضعيف يصير حرف إيه؟ وما دام قال حرف التضعيف يبقى لابد أن يكون أصلا، لأن حرف التضعيف لا يكون إلا أصلا. مضبوط؟ مضبوط. لأن حرف التضعيف يصير حرف علة كما في أمليت وأحسنت وهكذا يا طلاب. هل هناك سؤال؟ حاضر. طيب تفضل. قوله فإنهما لا يلحقان حروفه الأصلية بل الإبدال يلحقها دون الحذف. الإبدال يلحقها، يعني يلحق الحروف الأصلية، بينما الحذف يلحق الحروف الأصلية والزوائد. بينما الحذف يلحق كليهما، يعني يلحق الأصول والزوائد، ولكن الإبدال يلحق فقط الأصول دون الإيه؟ دون الزوائد. لاني اذا انت حينما ان شاء الله ندرس الابدال نتعرف على الابدال، قال لك الابدال ده يكون في الايه؟ قال لك في الاصول لا يكون في الزوائد. الابدال اذا اردنا ان نعرف الابدال من شروطه او من ضوابط الابدال ان يقع في الاصول لا في الزوائد. وده يقصد ان الحذف كده في الافعال الصحيحه لا يلحق حروف الأصلية بس. فهمت انه يقصد ان الحذف لا يلحق الحروف الأصلية في الفعل الصحيح. هو لا يلحق بخلاف الصحيح. لا يلحق. نعم الحذف يلحق الأصول والإبدال يلحق الأصول، لكن الحذف في الصحيح. في الصحيح. مضبوط؟ سؤال آخر للطلاب. ولماذا لم يذكر السين عندما ذكر كلمة أنصت يوم جد طار من زلة؟ لأن السين أحسست وأحسيت. طبعا لا يذكر، لأن هذه الحروف التي موجودة في هذه الجملة هي المبدلة مش المبدلة منها. طب إذا هو ذكرها في قول الزمخشري، شفنا مشكلة الزمخشري أزادها، يعني زادها ربما يكون في رأي الزمخشري، يعني هذه الحروف التي تبدل مش تبدل منها. وذلك يقول لك إيه؟ أمللت، صحيح؟ أمللت الكتاب. طب لم يذكر إيه؟ الله. وقال أمليت، لم أقول، لكن في ويقول والحروف التي يجعل منها حرف. نعم يعني تبدل. يعني هي البدل مش المبدل منه. هي البدل وليس المبدل منه. يعني ممكن نحذف مثلا اللام ونضع الياء، احداء الياء موجودة. نحذف السين ونجي ونضع مكانها ياء، الياء موجودة. لكن السين مش موجودة، لأن السين مبدل منه. وهكذا. دي المبدلة. المبدلة وليس المبدلة منها. وليس المبدل منها. يبقى حروف الإبدال التي ذكرها هي المبدلة وليس المبدل إيه منها. هذا معنى. هل روى وأنشد بمعنى؟ نعم. هل روى وأنشد بمعنى؟ لا. في خلاف. بينهما خلاف. لكن لا يقصد بها أن الأخفش هو الذي هو صاحب هذا البيت. لا. لا طبعا. أنا كنت أذكر الخلاف الفرق بينهما، في خلاف بين بالمرة وأنشد، ولكن أنا يعني نسيت الفرق بينهما. نعم. في اللغة عموما ولا في هذا؟ لا في اللغة بس طبعا عموما. عموما طبعا. قلنا الإبدال هذا يا طلاب العلم صنفت فيه كتب كثيرة جدا،
وإذا رجعت إلى الحواشي تجد أن لها أمثلة كثيرة جداً جداً في الجواب، هي أصلها أو أساسها كتب اللغة. يلا طبعاً في سؤال آخر قد أخذت إلى شيء جديد. تفضل يا حافظ. أنا أسمع. من شواذ التخفيف. أولا هو يعود على ماذا؟ على حذف حرف التضعيف. على حذف حرف التضعيف. لما تقول في مسست تحذف حرفا من حروف التضعيف التي هي السين الأولى أو السين الثانية. هذا من باب التخفيف. طيب يبقى اول ها ان قوله هو يعود على الحذف من حروف الطبع. اول ها. طيب ثاني شيء قال لك التخفيف يا طلاب العلم هذا اصل من اصول النحاة واللغويين والصرفيين. يعني اصل عندك من الاصول التخفيف ده من الاصول. يعني من الأصول يعني ده أصل يعمل به في اللسان العربي. والتخفيف يكون بوسائل عديدة مختلفة ومتنوعة. من هذه الوسائل هو حذف أحد حرفي التضعيف. فيقول لك الحذف ده هو حد هو تخفيف شاذ. طيب وشاذ ليه؟ قال لك لأنك إذا حذفت حرفا من حروف التضعيف فأنت قد حذفت أصلا من أصول الكلمة من غير علة تصريفية. لأن مفيش علة تصريفية تستدعي الحذف. المفروض إحنا بنحذف الحروف من الكلمات. طبعا حذف الحروف الأصل فيه أن يكون في الأصول مش في الفروع. ده الأصل فيه لأن الفرق حذفه أمر بسيط هذا هو. لكن إذا حذفت أصلا فلا بد أن يكون حذفك إياه لعلة تصريفية. إلا إيه؟ تصريفيه. ولذلك الإعلان درسوه في الصرف والإبدال في أصله درسوه في اللغة. لأن الإبدال مش لعلة تصريفية. لعلة لهجات للغة في متون اللغة وفي صلب اللغة. فالإبدال أصله أن يدرس في اللغة في متن اللغة. والإعلان يدرس أصله يدرس في علم الصرف لأن قائم على علل تصريفية هكذا. فلما هنا حدث حرفا من حروف التضعيف يعني حدث أصل قال لك من غير علة تصريفية قال لك ده يبقى ده حذف شاذ أو تخفيف شاذ. سؤال آخر قول يا شفيق. لا أفهم أنا في قول الشارح ويمكن الجواب عنه حتى آخره. ويمكن الجواب عنه. هو دلوقتي يا أولاد الجزء ده فلما لحق الإبدال ده تعقيد من سيدنا السعد على ما ذكره الإمام الزنجاني على العلتين الحمل. هو جزء يعقب هو عليه
وبعد أن يعطل يعني يعترض يجيب على اعتراضه هو بنفسه هو، فهو جزء تحصيل حاصل يعني ملوش فائدة من الناحية العلمية، ويعطل فقط لها. لكن زي أنا قلته من غير أن أقف عنده كثيرا، لكن سأقول مرة ثانية سريعا برضه. هو يقول لك لما لحق الإبدال والحذف حرف التضعيف كما يلحقان حروف العلة، كما سيذكر إن شاء الله في باب الإعلام الإبدال، ألحق المضاعف بالمعتلات. يبقى هنا بيعقب على يعقبه على لماذا حمل الصرفيون المضاعف على المعتل. قال لك لأنه في حذف وإبدال، وزي ما الحذف والإبدال يحدثان في المعتل وحدث في المضاعف حمل المضاعف على المعتل. خلاص، هذا تقرير لما سبق وإمامة سريعة لما سبق. ثم يقول هذا الكلام فيه نظر، لأن الحذف والإبدال لم يقع فقط في المضاعف، وإنما وقع أصلا في الصحيح. فلماذا حملوا المضاعف على المعتل ولم يحملوا الصحيح على المعتل؟ من باب أولى بقى الكل يحمل على المعتل، ولكن رجع وقال أنك لا، ده لهم ده فيه شيء خفي جعلوهم أو جعلهم يفعلوا ذلك. إيه هو الشيء الخفي ده؟ قال لك إن الإعلان أو الإبدال والحذف حينما وقع في المضاعف وقع في الأصول، في الحروف الأصول، بينما الحذف والإبدال حينما وقع في الصحيح وقع في الزوائد. ومن أجل ذلك حملوا المضاعف على المعتل ولم يحملوا الصحيح على المعتل، بالرغم من أن الحذف والإبدال وقع فيهما في المضاعف وفي الصحيح. لكن في المضاعف وقع في الأصول، وفي الصحيح وقع في الايه؟ في الزوائد. ومن أجل ذلك حملوا هذا ولم يحملوا ذلك. يبقى هذه قوله، ويمكن الجواب عنه. عن ايه؟ عن الذي اعترضه، اللي هو اعترض مين؟ الشيخ السعد اعترض على كلام الزنجاني. مضبوط، هو اعترض ثم رد بنفسه على نفسه. ويمكن الجواب عنه بأنهما يلحقان المضاعف في الحروف الأصلية كالمعتل. ماشي، بخلاف الصحيح. بخلاف الصحيح، فالحذف والتضعيف، فالحذف والإبدال لا يلحقان الحروف الأصول في الصحيح، وإنما يلحقان الزوائد في الصحيح. فإنهما لا يلحقان الحروف الأصلية. نعم. يعني ايه لا يلحقان الزوائد في الصحيح؟ يعني يلحقان الايه؟ الزوائد. نعم. وبل الابدال يلحقها. يلحقها الابدال فقط. يلحقها، يلحق الحروف الزوائد في الصحيح. دون الحذف. دون الحذف. فالحذف يقع في الاثنين، في الصحيح في الابدال، في الزوائد والاصول. طب مش الكلام كده متناقض؟ لا مش متناقض. هو قال فانهما لا يلحقان الحروف الاصليه. هو عمم ثم خصص. نعم، عمم ثم خصص. نعم، هكذا. يعني يلحقها، يلحق الزوائد، يلحق الزوائد ودون الحذف يلحق. لا، الإبدال يلحق فقط الايه؟ الاصول. والحذف يلحق في الصحيح. نعم، الزوائد. الإبدال يلحق الاصول. نعم، والحذف يلحق الاصول والزوائد. نعم، هكذا. طب هو عمم وخصص. طب كده رجعنا ان هم بيلحقوا الاصول فعلا. لا، مش بيلحقوا الاصول اهو. فإنهما لا يلحقان الحروف الأصلية. فالإبدال يلحقها. يبقى إيه؟ يلحق إيه؟ الزوائد. صح. مضبوط كده؟ طب ثم قال: بل يعني إضرابها، بل الإضراب. تمام. بل الإبدال يلحقها دون الحذف. يلحق بل إيه؟ يلحق الزوائد. الزوائد. دون الحذف. والحذف. ويلحق الاثنين. نعم. هكذا. مضبوط؟ هم وقال لك هو اشوف شوف يعني الدليل كمان، قال لك كما في قوله كذا وكذا أبنيت وأبنيت. ها قول يا شفيق. كأنهما يعود على إبدال طبعا. إنهما الضمير هذا يعود على الايه؟ على الإبدال وعلى الحذف كليهما. هذا.
كان الاولى ان يقول لان حنعم. يعني مش الطبيب المفروض هو بيعود على اقرب مسؤول يعني مش ما اصلا اقرب مسؤول في الزواج كان الحروف الاصليه ده الحق يعني كده هو ده الحق في الاصليه دون الحذف الحذف لا يلحق الحروف الاصليه الحذف لا يلحق الحروف الاصليه كده الابداد هو اللي بيلحق الحروف الاصليه في الصحيح والحذف يلحق الحروف الاصليه هي اللي انا مش هتلخبط الصحيح فإنهما لا يلحقان مرة ثانية فإنهما لا يلحقان حروفه الأصلية إنهما يعني الحذف والإيه والإبدال لا يلحقان وإنما يلحقان الإيه الزوائد في الصحيح مضبوط يلحقان الزوائد في الصحيح وهذا من باب التعميم هذا من باب الإيه التعميم ثم قال بل الإبدال يلحقها دون الحذف يلحق الإيه لو قلنا الاصول او لو قلنا الزوائد احنا الاصول بل الابدال يلحقها دون الحذف دون الايه الحذف الحذف لا يلحق الاصول لكن يلحق الزوائد مش اثنين يعني واحد بس لا الحق واحد بس يلحق الاصول والحذف يلحق الزوائد ده في الافعال الصحيحه نعم في الافعال الصحيحه لكن طبعا في قلنا في المضاعف يلحق الاصول نعم في الزواء في الضاع نعم. يلحق الاصول فقط الابدال والحذف يلحق نعم. الاصول فقط عشان كده حمل على المعتدل بينما هنا لا يحمل على المعتدل لانه في تخصيص نعم. في تخصيص نعم. وهو في الباب قلنا ذكر العموم ثم خصصه نعم عمم ثم خصص فتعميمه في قوله لا يلحقان حروفه الاصلي والتخصيص في قوله بل الابدال يلحقها دون الحذف هذا ولذلك لم تحمل الافعال الصحيحه على المعتاد بل حملت المضاعف او حمل المضاعف على الايه على المعتاد اما تنزل وما كنت تنزل مش كده حذف صحيح اصلا لا لا طبعا تنزلوا لان الاثنين زوائد التاء الاولى تاء المضارعه ودي مساله قلناها قبل التاء الاولى تاء المضارعه والتاء الثانيه تاء الزائده اللي هي تفعلوا تفعلوا ودي فيها مساله خلافيه هل الاولى المحذوفه ولا الثانيه هل المضارعه ولا الحرف الزائد ده فيها خلاف مساله كلها قبل هذا صحيح؟ إذا لم في سؤال ثاني؟ طيب نيجي نشوف هذه المسألة أو هذا الحكم الجديد قال هو يعرف الإضغام إذا الآن لم نعرف الإضغام نتكلم على المضاعف سؤال يا هل ترك سؤال؟ هو قلنا عرفنا المضاعف وتكلمنا عن بعض احكامه وما فيها من فروع والان نتكلم في هذه المساله عن مفهوم الادغام وكيف يقع ماذا؟ قال سيدنا الزنجاني رحمه الله عليه والمضاعف يلحقه الادغام والمضاعف يلحقه الادغام وهو اللي تقول عليه على الادغام أن يسكن الحرف الأول ويضرب في الثاني يعني يدخل في الثاني يضرب من الضرب يقول لك إيه همزة الوصل تسقط في الضرب في غرض الكلام ويسمى بضرب أن في كتب يعني للأسف يشكلون درج تحريك الراء وهي ايه الاسكان هذا ويسمى الاول مدغما والثاني مدغما فيه مساله بسيطه وسهله قال الامام الزنجاني رحمه الله ايها المضاعف والحق والادغام وهو ان يسكن الحرف الاول ويدرج في الثاني ويسمى الاول مدغما والثاني مدغما فيه هذا قال
الشارع رحمه الله عليه. والمضاعف يلحقه الإرغام، وهو في اللغة الإخفاء والإدخال. أرغمت بمعنى أدخلت وأخفيت باللغة لغة. يقال أرغمت اللجام في فم الفرس، واللجام طبعا تعرفونه وهي كلمة ليست عربية، ثم علمت على ذلك اللجام الذي يوضع في إيه؟ في فم الفرس، أي أدخلته في فيه، يعني في فمه، في فيه يعني إيه؟ في فمه. ثم قال يؤصل المعنى لغويا، ده اسمه تأصيل يا أولاد في البحث. ثم قال وأدخلت الثوب في الوعاء، يعني أدخلته فيه وأخفيته. الاثنين بقى، لما أقول لك أدخلت اللجام في فم الفرس يعني أدخلته فقط، يؤصل المعنى الثاني والإخفاء. أقول لك أدخلت الثوب في الإيه؟ في الوعاء، يعني أدخلته في الوعاء وأخفيته. يبقى المعنيين هما بقى جابولا جاب المعنيين، أتى بالمعنيين في المثال الثاني. نعم هذا هو. قال الإدغام، والإدغام إفعالا، يعني من باب أفعل إفعال، من أدغم إدغام. والإدغام إفعالا من عبارات الكوفيين، يعني والإدغام من عبارات الكوفيين حالة كونه من باب أفعل إفعال. والإدغام إفعالا، أصلها إفعالا دي يعني جملة معترضة كده أو حاجة كده، أصلها والإدغام من عبارات الكوفيين. وبعدين قال لك حالة كونه إيه؟ من باب أفعل إفعالا، أدخل إدخالا وأخرج إخراجا. ثم يقول والإدغام، والإدغام بتجديد الدال، والإدغام من عبارات البصريين حالة كونها من افتعل افتعالا، حالة كونها من افتعل إيه؟ أصلها إدغم، فاكرين تاء الافتعال لما احنا اتكلمنا عنها ها الممثلة الصوتية، فاكرينها ولا لا؟ بتاعت الظلمة وابتكر، وابتكر بعد أمة واصطبر واضطرب، فاكرين الكلام ده؟ هذا هو. قال لك والإدغام افتعالا من عبارات البصريين. قد أدغم دي سهلة، أدغم أفعل على وزن أخرج وأدخل إذ أخرجه الذين كفروا، وإدغام إفعال، هذا عبر به الإيه؟ الكوفية أو المصرية. قال لك إدغم أصلها إدغم افتعل. حصل ممثلة صوتية تقدمية كما قلنا، فأثرت الدال في التاء فأبدلت من التاء دالة، أو إبدال أهو برضه، ده إبدال أهو، أنت بتقول لي إبدال أهو، أنا حضرة، أدي إبدال، فأبدلت من الإيه؟ من التاء دالة، فحدث حد الإدغام. فصار ادغم على وزن ايه؟ ادغم على وزن اصطبر، يعني افتعل لما قال شديد الضبط. وبعدين الادغام، الادغام برضو نفسها، فابدلت من التاء دال ثم ضمت الدال في الدال فصار الادغام. يبقى ده ادغم ادغاما افتعل افتعالا، ده عند المصطلح البصريه، لكن الكوفية قال لك الأول ده خلاص. ممثلة صوتية. فيه ممثلة صوتية متقدمة وفيه تراجع متأخرة. اللي متقدمة. اللي متقدمة أن الحرف الأول يؤثر في الثاني صوتيا، والرجعية الثاني يؤثر في الأول صوتيا. تمام؟ وفي الاثنين موجودة في إيه؟ وذكر بعد أمه. عمل إيه؟
ابتكر الذال أصلت في التاء فصارت إيه؟ إذ ذكر. ثم الذال أصلت في الذال فصارت إذ اثنين. ثم حصل إلغام قال لك وذكر بعد ربنا. يبقى دي موجودة في الاثنين. مظبوط؟ الاثنين موجودة فيها يعني. طيب. والادغام افتعالا من عبارات البصرية. يقول لك البصرية البصريين نسبة إلى البصرة. طيب. وقد ظن بالبناء المجهول. وقد ظن أن الادغام بالتجديد افتعالا غير متعد. غير بالرفع على أنها خبر أن. وقد ظن. طب وظن دي بتعمل ايه؟ قال لك دي بتنصب مفعولين. من فين المفعولين؟ قال لك المصدر المؤول سد ما سد مفعولي ظن. سد ما سد ايه؟ مفعولي ظن. وقد ظن ان الادغام بالتجديد افتعالا غير متعد. وبعدين هو قال لك وهو سهل. يقول لك وظن هو عارف مين اللي قال. هو سيدنا السعد عارف مين اللي قال. بس من باب الادب العلماء لا يذكره. يقول لك ما ها؟ يقول لك من توضا من اكل جزورا فليتوضا. ادب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مضبوط؟ ما قالش لفلان بقى، لا. طيب. ولما قال في الصحاح الدليل هو ليه هو قال الا ظن ده خطا او سهل؟ يجيب لك الدليل. يقول لك لما ذكر في الصحاح يقال ادغمت الحرف وادغمته. اهو الهاء اهو يبقى متعدد ومتعدي متعدي. وادغمته على افتعلته. يبقى بيقول لك ده ايه؟ ده متعدي. لكن اللي قال غير متعدي يعني قال قاصر يعني لازم ده سهو منه. مش ايه؟ مش قصور. وإنما التقصير، لأن في التقصير والإيه؟ وقلنا القصور الفرق بينهم. القصور إنما يكون عن جهل، والتقصير إنما يكون عن إيه؟ عن علم. مظبوط؟ مظبوط. قال وفي الاصطلاح، ده كل ده في اللغة يا أولاد. قال وفي الاصطلاح أن يسكن الحرف الأول. وبعدين يقول لك في الحواشي يقول لك أن يسكن مش يسكن. هي أفضل. يقول لك ربما يكون هو متحرك بس انت تسكن بالقصد كده عشان تحدث الايه؟ التخفيف. ما هو الادغام يؤدي الى التخفيف. نقول بقى الغايه علشان يحدث التخفيف. الادغام ايه؟ وسيله من وسائل ايه يا اولاد؟ التخفيف. صحيح؟ طيب. يقول لك ان يسكن الحرف الاول من المتجانسين ويدرج في الحرف يعني يدخل في الحرف الثاني نحو مدة. ايه اصله؟ اهو اصله مدد اهو بالتحريك. انت سكنته باسقاط الايه؟ حركه الدال فسكن فسكن سكنته فسكن. يبقى ده ايه؟ مطاوعه اهي من المطاوعه. المطاوعه حصول فعل قاصر عن ايه؟ عن افضل فعل متعدد. مش قلنا كده المطاوعه زمان؟ طيب هذه المطاوعه. فان اصله مددا اسكنت الدال. اسكنت الدال الاولى. يبقى ذكرونا احنا المغرب يا اولاد. ها؟ ذكرونا. انسى صحيح. فاصله مددا اسكنت انت الدال الاولى وادرجتها في الثانيه. وانما اسكن الاول ليتصل بالايه؟ لان ايه الحته دي؟ هو الاسكان ليه؟ ليه بيسكن؟ قال لك لان مش هدخلهم في بعض. قال لك لان الادغام لابد فيه من الاتصال. طب هو في بين الدال والدال في حرف؟ قال لك لا، بينهما حركه. فالحركه فاصله. فالحركة إيه؟ يا أمير الدين، فالحركة فاصلة بين الصامت الأول وبين الصامت الثاني.
طب احنا عايزين نكون متصلين. قال لك اسقط الحركه، اسقط الحركه. فلما اسقطت انت الحركه اتصلت الدال بالدال فادخلتها فيها. مضبوط؟ مضبوط. قال اسكنت انت الدال الاولى وادرجتها في الثانيه، وانما اسكن الاول ليتصل بالثاني، اذ لو حرك لم يتصل به لحصول الفاصل. قال لك وهو الايه؟ وهو الحركه. والثاني لا يكون الا متحركا، لان الساكن شو بقى يقول لك؟ فان لان الثاني ده ما يكونش متحرك، ما يكون الا متحركا. طب ليه؟ قال لك لان المتحرك قوي بحركته، لانه في ثقل به وبالحركه، وهذا الثقل يعطيه قوه، هكذا قالوا، فيستوعب الحرف الاخر اللي هو الضعيف الساكن ده. قال لك لان الساكن كالميت، هو اقول لك هو كالميت، والميت لا يظهر نفسه، فكيف يقدر على ان يظهر غيره؟ مضبوط. شوف التعليق بتاع العلماء، يقول لك وهو لان الساكن كالميت لا يظهر نفسه، لا يظهر بضم الياء من اظهر يا شفيف، لا يظهر نفسه، فكيف يقدر على ان يظهر غيره؟ الزياده مني، فكيف يقدر على ان يظهر ايه؟ غيره. يبقى ده يعني استفهام امكاني او نفي، غرض النفي، اي لا يظهر على ان يظهر ايه؟ يظهر غيره. هكذا. ويسمى الاول الحرف الاول من المتجانسين، اذا ادغمت يسمى مدغما اسم مفعول لإدغامك إياه. ويسمى الحرف الثاني مدغما فيه لإدغامك الأول، الأول الذي مفعول به، مفعول به ثاني لإدغام الفعل للمصدر، المصدر العام اللي هو إدغام، أدغم إدغام، لأن دغم ده متعدد، وبعدين لما تجيب له همزه التعديه يبقى متعدد الايه؟ الاثنين، هكذا. لادغامك الاول فيه، ولا دوت يا اولاد ده مفعول واحد اول بس ما فيهوش اثنين. الكاف دي فاعل، احسنت يا شفيق، بارك الله فيك. والغرض من الادغام التخفيف كما قلت وقال الصوفيون، والغرض من الادغام التخفيف، فان التلفظ بالمثلين في غايه الثقل حسا. يعني لان لما زي ما قلنا هو قال وقال في هو قال لك المحشي يقول لك ايه؟ يقول لك ان هو عامل زي المقيد كده اللي هو المرتجف، رجليه مقيدة وماشي بنفس المكان. ده تعبير مكي القيس، قلت الكلام ده. لكن هو قال مين معاه الحاشية يا ولاد؟ معاه الحاشية؟ اقرأ كده عندك، اقرأ الحاشية بتاعته. في أي نقطة؟ في هذه، في غاية الثقة، فإن التلفظ بالمثلين في الحاشية تحتي. يقول لك إيه؟ فإن التلفظ بالمثلين أي بدون الإدغام، أيوة، في غاية الثقة لحسن، أي باعتبار الحس والوجدان. وقال بعض الفضلاء التباعد المفرط بين الحرفين يجعل التلفظ بها بمنزلة الثوب الوثبة. منزلة إيه؟ الوثبة. 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 يعني القفصة. كمل كده بقى. فلذلك أجيز الإبدال، والتقارب المفرط بين الحرفين يجعل التلفظ بهما بمنزلة حجلان المقيد. هو بقى هي دي اللي كنت عايز تذكرها. الحجل. الإنسان يحجل أو الحاجل هو الذي يمشي وهو مقيد،
الحاجل الذي يمشي وهو ولك الحجلان. الحجلان يعني المشي بالتقييد، ليس المشي على الساعة وإنما مشي بقيد. ولك هذا الحجلان، هذا تعبير المحشش. لكن مكي القيس قال لك كان إيه؟ كان مقيد، مقيد القدمين مضبوط يا ولاد. وفي كل فيه ثقل، فلما أرادوا أن يتخلصوا من هذا الثقل أدغم. مضبوط. طب والإدغام بيخفف ليه؟ ده علماء الأصوات يقول لك بقى لأن اللسان يرتفع بهما، يعني بهما يعني إيه؟ بالحرفين المضغم والمضغم فيه، يرتفع بهما رفعة واحدة مرة. مضبوط. ده علماء الأصوات يقول لك. طيب نعم. ويسمى الحرف الثاني مدغما في إدغامك الأول الأول فيه، والغرض من الإدغام التخفيف، فإن التلفظ بالمثلين في غاية الثقل حسة. لا يقال إن قوله أن يسكن الأول غير شامل لنحو مد المد إذا اسم مد مد يمد مدا والمده. لا يقال إن قوله أن يسكن الأول غير شامل لنحو مد مصدرة، أي حالة كونه مصدرة، فإن أصله على وزن فعل مد. بس أنا قلت فعل مباشرة، يعني الميم الأولى مفتوحة فعل فعل، والدال الأولى ساكنة فعل، وبعدين الدال الثانية متحركة حركة الإعراب فعل مد هكذا. والأول ساكن. ساكن إيه؟ قال لك ساكن أصلا، مش سكن مش يسكن ساكن فلا يسكن أهو، ساكن فلا يسكن، لأن نقول إنما إنه لما ذكر أن المتحرك يسكن عند إدغامه علم إبقاء الساكن بحاله من طريق الأولى. طب هو أصلا ساكن في الأصل، يبقى نعمل فيه إيه؟ نحركه بس ثم نسكنه تاني؟ لا، قال لك هو ساكن أصلا خلاص. مضبوط. يبقى هو الإيه؟ لا يرد على التعريف إن مد مش موجود جواه، لأن قال لك يسكن، يعني في واحد يسكنه، لكن هذا ساكن أصلا فلا بأس. هذا من باب الأولى، هذا هو مضبوط يا ولاد. ناخد حاجة كمان ولا إيه؟ ولا يكفي؟ خلاص؟ مش عارف يا أخي. أنا شايف لازم كده ولا على خلاص يعني ناخد حاجة ولا نصلي؟ تحت أمريكا. لا شوف مرة يعني عشاء 56 الآن إلى ربع. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. شبة الأصل النورانية ولمعة القدر الرحمانية وأفضل سورة جسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة السنية والقدرة الفعلية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمرت وأحييت إلى يوم أبعثنا أبنيك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.